تخيلوا أن أمريكا الدولة الأقوى اقتصادياً في العالم، هي كذلك صاحبة الدين الأكبر بـ 31.4 تريليون دولار. ليس هذا فقط، بل هناك شكوك تقول أنها قد تكون عاجزة في سداد هذا الدين بحلول الأول من يونيو المقبل. هذا ومع استمرار عدم توصل الكونغرس لاتفاق حول رفع سقف الدين، وبالتالي هذا أمر قد يعود بالكوارث على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي برمته. لكن هناك سؤال كبير، لماذا لا يطبع الأمريكان مزيدا من الدولارات ليسددوا ديونهم؟ باختصار، هذا الخيار غير ممكن أو مستحيل عمليا، لأنه سيؤدي إلى مشاكل أكبر بكثير. فالولايات المتحدة لديها سقف في طباعة الدولار لا تستطيع تجاوزه، وهو 3% من ناتجها القومي الإجمالي، وإلا فسيفقد الدولار قوته الشرائية وترتفع أسعار السلع والخدمات، ومن ثم التضخم الاقتصادي. ناهيك عن أن الولايات المتحدة لن تغرق وحدها، فالصينيون مثلا سيجدون أنفسهم في ورطة. فبالرغم من أنه أصبح في أيديهم المزيد من الدولارات، إلا أن تلك الدولارات لن تساوي نفس القيمة التي دفعوها عندما قاموا بشراء الديون الأمريكية.